بلشت هذه السلسلة بالحديث عن الاضطرابات الاكتئابية واضطرابات ثنائي القطب لأنه أنا شايفها من أبشع الاضطرابات النفسية وأكثرها خطورة. نسب الانتحار عالية جدا فيها مثل ما حكينا بالحلقات 16 الماضية. اليوم أنا فكرت إنه خلينا نبلش نحكي عن اضطرابات الشخصية personality disorders كمان لعدة أسباب. اولا انا شايف انه في اشخاص كتير يتم نعتهم بانه عندهم اضطراب شخصية معين، لكن هن بواقع الامر ما عندهم كل الاعراض اللازمة لانهم يحصلوا على تشخيص بهذا الاضطراب الشخصية. فمثلا بيقول لك شخص عنده اضطراب شخصية نرجسية او اضطراب شخصية معادية للمجتمع، لكن هو بواقع الامر ليس لديه هذا الاضطراب. وبالمقابل في كتير أشخاص عندهم اضطرابات بالشخصية لكن الناس المحيطة فيهم ما عم تفهم ليش هذا الشخص عم يسلك هذا المنحى أو عم يتصرف بهيدي الطريقة. بيعتقدوا أنه هو هيك المزاج تبعه أو هو هيك بحب يعمل، لكن هو بواقع الأمر إذا نظرنا له نظرة طبية هو لديه اضطراب شخصية وهو بحاجة إلى علاج. هو غير قادر على التحكم أو على تغيير السلوك اللي هو عم ينحى فيه. ومثل ما أنا حكيت بالحديث الماضي، بما أني أنا مقتنع بضرورة أنه الناس تبلش تحكي عن اضطرابات النفسية منشان نكسر الاستيغما المحيطة بالاضطرابات النفسية، فيمكن في سبب دفين يعني على الأقل باللاوعي عندي بيخليني يكون قريب لبعض الاضطرابات النفسية أكثر من غيرها. مثل ما قلت بالحلقة الماضية أنا أعاني من النوبات الاكتئاب الحاد الناجمة عن اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني، فيمكن يكون هذا السبب أنه خلاني بلش بإني أحكي عن الاضطرابات الاكتئابية واضطرابات ثنائي القطب. ويمكن نفس السبب ينسحب على أنه أنا بلش أحكي عن اضطرابات الشخصية لأنه كمان أنا أعاني من أحد اضطرابات الشخصية، لكن رح نحكي عنه بس لنوصل للحلقة الخاصة فيه. شو هي اضطرابات الشخصية؟ خلينا نبلش نحكي عنها ونشوف شو فرقها عن اضطرابات النفسية الأخرى وكيف طرق العلاج لاضطرابات الشخصية. هذه الحلقة كتير مهمة لأنه رح تكون أساس للحلقات العشرة القادمة، حيكون عندي 11 حلقة عن اضطرابات الشخصية. فالاشياء اللي انا رح احكيها بهيدي الحلقة ما رح ارجع اكررها بالحلقات القادمة اختصارا للوقت، فمن الضروري انك تشوف هيدي الحلقة مرافقة لاي اضطراب شخصية اخر رح تشوف الحلقة الخاصة فيه. هيدي شغلة. الشغلة الثانية كتير مهم تركزوا معي لانه اضطرابات الشخصية فيهم كتير اعراض متشابهة نوعا ما، وفي منهم البعض منهم حتى اسماء متشابهة، لكن هن في واقع الامر في اختلافات جوهرية بيناتهم. فأنا كل جملة رح أقولها رح تكون أنا أعني حرفيا جملة بالصياغة اللي أنا عم أقولها، وطبعا تنسيقي أو كلامي كله رح يكون مستقى من DSM-5 مثل الحال اللي كان موجود باضطرابات الاكتئابية واضطرابات ثنائي القطب. فرح نشوف تقسيمات اضطرابات شخصية وأنواعها بناء على DSM-5 وطرق التشخيص الخاصة فيها. أول فرق لازم تعرفوه يميز اضطرابات الشخصية إنه هيدي الاضطرابات هي اضطرابات في شخصية الإنسان تسيطر على مختلف مناحي الحياة فيه بشكل دائم ومستمر، مش مثل الاضطرابات الاكتئابية أو اضطرابات ثنائي القطب اللي حكينا عنها اللي هي كانت اضطرابات نوبات. يعني الإنسان بيعاني من نوبة اكتئاب لفترة بيرجع طبيعي، بيعاني من نوبة هوس لفترة بيرجع إنسان طبيعي. هيدا فرق كتير جوهري ما بين اضطرابات الشخصية والأنواع الأخرى من الاضطرابات النفسية. اضطرابات الشخصية تصبغ شخصية الإنسان بشكل شبه دائم وتسيطر على مختلف المناحي في حياة هذا الإنسان ويكون غير مرن فيها. يعني هي أمور خلص هو ستوبن، هو عنيد إنه لازم يكون بهيدي الطريقة، ما بيحسن يتصرف بطريقة مخالفة لإلها. هلأ هذا النمط من التفكير والشعور والإدراك والسلوك عند الإنسان لازم يكون مخالف للحالة العامة الموجودة في المجتمع. حتشوفوا ببعض اضطرابات الشخصية فيها كتير أعراض هي أمور تعتبر في كثير من المجتمعات من المسلمات الدينية أو الثقافية أو الموروث الاجتماعي بهذه المجتمعات،
فإذا الإنسان عم يسلك هذا المنحى بناء على المعتقدات الدينية أو الاجتماعية أو إلى آخره، فما فيني اعتبر أنه عنده اضطراب شخصي. بتكون تكونوا دقيقين، السلوك اللي عم ينحى هذا الإنسان والمسيطر عليه بشكل دائم يخالف تماماً الوضع المفترض أنه يتصرف فيه في هذا المجتمع. هو مش مثل أقرانه والناس المحيطة فيه بنمط تفكيره وإدراكه والسلوك اللي هو عم ينحى فيه. اضطرابات الشخصية من الممكن تبدأ بالطفولة، لكن في حال هي بدت بالطفولة فممكن تخف في فترة المراهقة أو ممكن تزداد من فترة المراهقة ولحنا طالعين. فجميع اضطرابات الشخصية باستثناء اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع يمكن أن تشخص في الطفولة. اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع هو الاضطراب الوحيد الذي لا يجوز تشخيصه تحت عمر 18 سنة، هنجي لهذه التفاصيل لاحقا. بينما اضطرابات الشخصية بشكل عام خلينا نقول تبدأ منذ فترة المراهقة أو بدايات سن الرشد المبكرة على الأكثر. يعني ما بيصير الإنسان يبلش عنده اضطراب شخصية في مراحل متقدمة بالعمر، ماكسيموم في بدايات سن الرشد بيبلش عنده اضطراب الشخصية أو بيكون موجود من فترة المراهقة أو من فترة الطفولة. فإذا أنت شخص عمرك بالثلاثينات أو الأربعينات وما عندك أي واحد من اضطرابات الشخصية اللي أنا عم أحكي عنها هلأ، فعلى الأغلب خلص يعني ما رح يصير عندك هيدا الاضطراب. بالمقابل لازم تعرفوا شيء، إنه اضطرابات الشخصية كلياتها هي اضطرابات مزمنة، هي اضطرابات بمعنى تصبغ أو تشكل شخصية الإنسان، نمط إدراكه للواقع، طريقة تفكيره والسلوك اللي بيتصرفه بشكل كامل ومسيطر بشكل مطلق على معظم مناحي الحياة تقريبا بالنسبة لهذا الإنسان. فهي اضطرابات مزمنة مستمرة، هذا الإنسان يسلك هذا المنحى، خلص الناس بتعرفه بهيدي الطريقة ولح يضل بهيدي الطريقة. لكن ببعض اضطرابات الشخصية ممكن تخف مع الوقت بالأربعينات والخمسينات، وبعض اضطرابات الشخصية ممكن تزداد مع الوقت، لح نحكي بهيدي التفاصيل كلياتها لاحقا. هلأ من الضروري كمان انه لحنا وقت بدنا نعطي تشخيص لإنسان باضطراب شخصية معين انه يكون الحالة او هذا النمط اللي هو يدرك فيه ويسلك فيه لازم يكون مؤثر سلبا على حياة هذا الإنسان. يعني ما بيكفيني انه تكون الأعراض موجودة، لكن هي امور اوكي، الإنسان is functioning وعايش حياته بشكل طبيعي. بهذه الحالة مثل أي اضطراب نفسي، ارجعوا شوفوا الحلقة الأولى بهذه السلسلة، ما فيني أعطي تشخيص باضطراب نفسي إلا ليكون فعلا في تأثير فادح وواضح على حياة هذا الإنسان، حياته المهنية، حياته العائلية، أو على سلامته الشخصية، أو على أي نوع من مساري الحياة. أما في حال ما كان في تأثير سلبي بهذا الشكل، فما بيصير أنا أجي وأنعت الإنسان وأجبره أنه أو أعطيه فورم أو أعطيه تشخيص بأنه أنت عندك هذا الاضطراب وعامله على هذا الأساس، بينما هو ما عنده مشكلة. يعني الإنسان حياته ماشية بشكل رائع وبشكل جيد. تقليديا تقسم اضطرابات الشخصية لثلاث مجموعات رئيسية ومجموعة فرعية. أنا رح أركز بهيدي السلسلة على الحديث عن المجموعات الثلاثة الرئيسية يلي بيمضوا تحت 10 اضطرابات نفسية، ولح استثني الحديث عن الاضطرابات الفرعية أو المرافقة الإضافية لهذه المجموعات. هذا التقسيم يتم بحسب التشابه أو أوجه التشابه ما بين هذه الاضطرابات النفسية. المجموعة الأولى منها هي بتضم الأشخاص اللي هن بنسميهم غريبي الأطوار أو أشخاص شاذين. أول نوع منها هو اضطراب الشخصية الزوراني بيسموه بالعربي، أو الشخصية الزورانية، أو الشخصية المرتابة، أو الشكاكة، أو البارانوية، البارانويد بيرسوناليتي ديسوردر. الأشخاص بهذه المجموعة يكونوا شديدي الشك إلى أبعد الحدود بشكل غير منطقي، ودائما يؤولون تصرفات الأشخاص الآخرين على أنها تصرفات خبيثة ومسيئة وتهدف إلى يعني تدمير، بغض النظر مهما كان التصرف الذي يقوم به الأشخاص الآخرون وتصرف إيجابي وجيد
في واقع الأمر. الاضطراب الثاني في المجموعة الأولى هو السكيتسويد بيرسوناليتي ديسوردر أو اضطراب الشخصية الفصامية أو اضطراب الشخصية شبه الفصامية بترجموه أحيانا. هو شخص منعزل تماما عن المجتمع بل وحتى العائلة، لا يستمتع على الإطلاق بإقامة أي علاقات مع أي أحد بما في ذلك العلاقات الجنسية. يبدو شخص غير مبالي على الإطلاق وشخص بارد جدا. الاضطراب الثالث في المجموعة الأولى من اضطرابات الشخصية هو السكيتسوتيبال بيرسوناليتي ديسوردر أو اضطراب الشخصية الفصامي النوع أو الفصامي النمط. الأشخاص بهذه المجموعة يبدو أشخاص شكاكين جدا، ينزعج من العلاقات الاجتماعية، غريب الأطوار، يؤمن بالسحر والخرافات والتخاطر وهذه الأمور، ويكون قلق جدا في العلاقات الاجتماعية. المجموعة الثانية من اضطرابات الشخصية بتضم الأشخاص العاطفيين والدراماتيكيين كتير. الاضطراب الأول بهذه المجموعة هو الأنتي سوشيال بيرسوناليتي ديسوردر أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. هذا شخص يبدو عديم المسؤولية، كذاب، مخادع، غشاش، لا يحترم حقوق الآخرين، يستهين بكل القيم والمبادئ والقوانين ويقوم باختراقها، وفوق كل هذا ليس لديه أي شعور بالندم مهما كانت الأذية التي يقوم بإحقاقها للآخرين ومهما كان التصرف الذي يقوم به مؤذيا لغيره. الاضطراب الثاني بالمجموعة الثانية من اضطرابات الشخصية هو Borderline Personality Disorder أو اضطراب الشخصية الحدية. الشخص المصاب بهذا الاضطراب ليكون لديه اندفاعية عالية جدا بتسبب له عدم استقرار في علاقاته مع الآخرين وحتى عدم استقرار في صورته عن نفسه أو السلف إيميج. الاضطراب الثالث هو الهيستريونيك بيرسوناليتي ديسوردر أو اضطراب الشخصية التمثيلي. المصاب بهذا الاضطراب هو شخص لديه فرط مشاعر كبير جدا ودائما يحاول لفت الانتباه إلى نفسه. الاضطراب الأخير بالمجموعة الثانية هو النارسيسيستيك بيرسوناليتي ديسوردر أو الاضطراب الشخصية النرجسية. هو شخص لديه جوع عاطفي بحاجة لأن يتم الإعجاب به وتقديره دائما، ولديه بالتأكيد شعور بالعظم. المجموعة الثالثة بتضم الأشخاص اللي هن خوافين fearful وقلقين جدا. أول اضطراب بالمجموعة الثالثة هو الـ Avoidant Personality Disorder أو اضطراب الشخصية التجنبية. المصاب بهذا الاضطراب هو شخص عنده فرط حساسية للتقييم السلبي أو للنقد، فمشان هيك بيضل بحاول يكون منعزل عن الناس وبيرفض أنه يقوم بالانخراط مع أي أشخاص آخرين ما لم يكن متأكدا تماما أنه سيكون شخص محبوب ومرغوب به وغير منتقد من قبل هؤلاء الأشخاص. بيشعر دايما أنه هو شخص غير جذاب، أنه هو شخص غير كفؤ، وأنه هو شخص أقل شأنا من الأشخاص الآخرين. الاضطراب الثاني بالمجموعة الثالثة هو Dependent Personality Disorder أو اضطراب الشخصية الاعتمادية. المصاب بهذا الاضطراب هو شخص منقاد بالكامل، لا يستطيع أن يقوم بأي عمل لوحده دون أن يتم الإشراف عليه وتوجيهه ورعايته والاهتمام به من قبل الآخرين، بما في ذلك أبسط المهام اليومية التي يقوم بها أي إنسان لوحده دون حاجة لتوجيه وإشراف من قبل الآخرين. الاضطراب الثالث والأخير في المجموعة الثالثة هو الـ Obsessive Compulsive Personality Disorder أو الـ OCPD أو اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية. المصاب بالـ OCPD هو الشخص منشغل إلى أبعد الحدود بالاهتمام بالتفاصيل والمثالية والكمال والانضباط والتقيد باللوائح والقوانين من دون وجود أي مرونة لديه، لدرجة أن العمل الرئيسي يفقد معناه أو لا يتم إنجازه أساساً نظراً للانشغال الكبير في التفاصيل المشكلة لهذا العمل. واللي لازم تعرفوه انه هذه الاضطرابات الشخصية كتير منها بيترافق مع بعضهم، رح نجي بالتفصيل بالحلقات القادمة لنشوف شو معايير تشخيص كل اضطراب من هذه الاضطرابات والتفاصيل الخاصة فيه وترابطاته مع اضطرابات النفسية الاخرى واضطرابات الشخصية الاخرى.
بما أن اضطرابات الشخصية بتترافق مع اضطرابات نفسية أخرى غالبا كالاضطرابات الاكتئابية، كاضطرابات القلق، كاضطرابات البايبولر إلى آخره، فمن المهم جدا أنه نحن نتأكد أنه هل هذا العرض أو هذا السلوك اللي عم يسلكه هذا الإنسان أو هذا النمط من التفكير والإدراك هو نتيجة لهذه الاضطرابات الأخرى أو لا. والطريقة الأسهل لأنه نميز بالموضوع بأنه تكون اضطرابات الشخصية أو النمط اللي نحن حنسميه أو حنعطيه تشخيص اضطراب الشخصية يكون مستمر بشكل دائم وليس مرتبط بأي نوبات اكتئابية أو نوبات بايبولر أو إلى آخره. لحتى يحصل الإنسان على تشخيص بأحد اضطرابات الشخصية اللي أنا ذكرتها لازم يكون هذا النمط من السلوك والإدراك والشعور اللي أنا كنت عم بوصفهم بالاضطرابات العشرة اللي ذكرتها يكون مسيطر بشكل واضح على 2 على الأقل من ما يلي: الإدراك، سواء إدراك الشخص لنفسه أو للواقع المحيط فيه، سيطرته على اندفاعاته، الاستجابات العاطفية أو استجاباته للمواقف اللي عم يوقع فيها، وأخيرا أداء الشخص مع علاقاته مع الآخرين. بالإضافة لهيدا الشيء لازم يكون هذا النمط مستمر ومسيطر بشكل دائم وليس مرتبط بأحداث معينة، ولازم يكون هذا النمط من الشدة إلى درجة أنه هو يؤثر سلبا على حياة هذا الإنسان مثل ما حكيت في بداية الحلقة. وبالإضافة لهذا الشيء لازم نكون متأكدين تماما أنه هذا الإنسان ما عم يأخذ دواء معين أو ما عنده مرض آخر يسبب سلوكه أو إدراكه بهذه الطريقة أو تلك. هلأ والمشكلة مع اضطرابات الشخصية أنه بما أنه هي تصبغ شخصية الإنسان وينشأ عليها مثل ما قلت على الأكثر في بدايات سن الرشد، فالإنسان غالبا لا يشعر أنه هو عنده مشكلة بحاجة إلى العلاج. هو هيك حياته، هيك طريقة تفكيره، هيك إدراكه للأمور، وعلى الأغلب يعني ما بيتم طلب العلاج للاضطرابات الشخصية إلا لأنه فعلا في كارثة يعني عم تصيب بحياة الإنسان، حياته الزوجية مهددة تماما أو فشل دائم في حياته العملية، أو على الأغلب اللي بيصير أنه الإنسان يلجأ إلى طلب العلاج لأحد اضطرابات النفسية والمعالج يكتشف أنه هو عنده اضطراب شخصية آخر. ومثل ما قلت هذه الاضطرابات بما أنها يعني تصبغ شخصية الإنسان فهي من الاضطرابات المزمنة، بعضها يجنح لأنه يزيد مع الوقت مثل اضطراب الشخصية شبه الانفصامي واضطراب الشخصية الوسواسية القهرية الـ OCPD، وبعضها يجنح لأنه يبلش يخف مع الوقت مثل اضطراب الشخصية المعادي للمجتمع مثلا. لكن إذا لم يتم علاج هذه الاضطرابات الشخصية فبكل أسف يعني ستبقى تصبغ شخصية الإنسان وسيبقى هو يعاني والمحيطين فيه يعانون مدى حياته. لكن الشيء الإيجابي أنه بإمكاننا نعالج اضطرابات الشخصية. لكن اللي بدنا نشوفه بموضوع علاج اضطرابات الشخصية هي ما فيني عالجها بدواء، يعني بما أنه الإنسان إدراكه وشعوره مصبوغ بهذه الطريقة المرضية فالأمر لا يتعلق بأنه نحن نأخذ دواء لنعالج هذا الموضوع. أحيانا بعض الأدوية بتساعد بأنها تخفف من حدة الاضطراب في حال كان وصلان لمراحل كتير عالية، ممكن بعض مضادات الاكتئاب بتساعد بهذا الموضوع. لكن المهم باضطرابات الشخصية أنه أنا بدي خلي الإنسان يتعلم كيف ينظر للواقع وكيف يدرك الواقع وكيف يشكل استجابات للظروف أو للمواقف اللي عم يوقع فيها صحيحة وسليمة وليست مرضية مثل الحالة اللي هو فيها. مشان هيك العلاجات اللي بتم استعمالها لاضطرابات الشخصية هي علاجات التوك ثيرابي خلينا نقول، أو هي العلاجات اللي تهدف إلى تغيير إدراك هذا الإنسان. المشكلة بكثير من الحالات أنه يعني على الأغلب يتم اعتماد الشورت توك ثيرابي يعني أو العلاج المؤقت لحتى الإنسان يفضفض ويخفف وكذا يخفف الاسترس، لأنه حنشوف الاسترس بيكون كثير عالي بمعظم هذه الاضطرابات. لكن يفترض أنه الإنسان يحسن
يتواصل مع معالج. بالمناسبة على الأغلب بتلاقي معالجين متخصصين بالpersonality disorders أو باضطرابات الشخصية. شو الأسلوب أو الطريقة اللي حيتبعها المعالج تختلف بحسب كل حالة وبحسب كل اضطراب نفسي وبحسب وجهة نظر كل معالج، لكن بشكل عام يتم اعتماد DBT أو CBT أو IBT أو Family Focused Therapy أو Group Therapy. حابب أني أحكي وأشرح عن كل واحد من هدول، لكن هيدا الموضوع حياخد حلقات عن كل واحد فيهم، فممكن نأجل هيدا الموضوع لوقت لاحق. خلينا هلأ نفوكس بالحلقات القادمة لنشرح تشخيصات هيدي الاضطرابات الشخصية وشو بتعني كل واحدة فيهم. لكن يعني بعرف من هلأ انه الاشخاص اللي عم يشوفوني بالدول الناطقة بالعربية ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا عندهم مشكلة بانهم يلاقوا ثيرابيست. I know، بعرف هيدا الموضوع، لكن لازم نلاقي. الشيء الإيجابي أنه كمان بإمكانك إذا أنت اقتنعت، أول وأهم نقطة بمعالجة اضطراب الشخصية أنك تقنع الإنسان أنه هو عنده اضطراب شخصي، وهيدي أصعب نقطة على الإطلاق. كيف بدك تقنع شخص أنه هو عنده اضطراب شخصية نرجسية مثلا؟ ما هو هيك حاسس ومقتنع تماما بهذا الموضوع. أو كيف بدك تقنع شخص أنه هو عنده اضطراب شخصية اعتمادية بينما هو فعلا حاسس ب انه هو شخص ليس لديه قيمة وأدنى من الآخرين وإلى آخره. فهون المعضلة الكبرى. إذا حسنا نتجاوز هيدي العقبة، فالشيء الإيجابي انه بإمكان الإنسان اليوم بوجود الإنترنت وبوجود الكتب فينا ندور ونشتري كتب ونشوف مواقع وفيديوهات تشرح عن هيدي الاضطرابات النفسية. والطريف بالموضوع انه بس الإنسان أدرك التشخيصات اللي أنا حأحكي عنها، اللي أنا شايفة أهم شيء بأنه نحكي بهذه الاضطرابات الشخصية، وأنه أنا حأحكي تشخيصات وقت اللي الإنسان حيلاقيها عم تنطبع على نفسه أو على حدا من معارفه المقربين، وعرف أنه فعلا هذا الإنسان على ما يبدو. أنا أكيد ما فيكم تاخذوا مني أي تشخيص من دون ما يكون حدا مرخص ويعني ينظر إلى الحالة بتمعن وبعدين يعطيها التشخيص. ما بصير التشخيص يتم بطريقة عشوائية بهذا الشكل. بالمناسبة على الهامش، اضطرابات شخصية ممكن يتم تشخيصها من جلسة واحدة، لكن على الأغلب يضطر أكثر من جلسة على فترات متباعدة. يعني ممكن ياخذ تشخيص مبدئي بأول جلسة، لكن بيحاولوا على فترات متباعدة يعملوا لقاءات أخرى ليتأكد المعالج اللي بده يعطيك التشخيص أنه أنت لست متأثر بنوبة مزاجية معينة مشان هيك عم تسلك هيدا المنح. الأهم بأنك تعرف هيدي التشخيصات وتعرف انه هيدا السلوك اللي ديفيد عم يحكي عنه سلوك مرضي مش سلوك طبيعي. انا وقت عم فكر بهيدي الطريقة او وقت عم بدرك الواقع بهيدي الطريقة او وقت عم بستجيب بهيدي الطريقة، هيدا مش شي صحيح، هيدا مش شي حقيقي. انا لازم غير وجهة نظري بهيدا الموضوع. وانا شخصيا كإنسان عنده احد اضطرابات الشخصية يعني لم أخضع لأي علاج عن معالج نفسي بهذا الموضوع، وإنما أنا نفسي عم حاول بعد ما أدركت الأمر أني أكبح قدر الإمكان. ولا وبالسنوات الماضية يعني اللي اشتغلت فيها على هذا الموضوع حققت تقدم جيد نسبيا، لكن ما فيني أقول أنه أنا أموري بخير. العلاج يأخذ وقت طويل، بدكم تعرفوا هيدا الشيء بالنسبة لاضطرابات الشخصية، يأخذ سنوات لأنه أنت عم تغير الفورم اللي أنت عم تفكر فيه وتدرك فيه للواقع. الأمر مش سهل، لكن إدراك هيدا الأمر وقرارك بأنه أنا بدي عالجه وسيطر عليه لح يفتح قدامك أو لح يسهل لك الطريق، لأنك أنت نفسك لو ما حسنت تروح لعند معالج تشتري كتب، مثلا اشتري كتاب عن الدي بي تي أو عن السي بي تي أو الاي بي تي أو عن إلى آخره أو عن هيدا الاضطراب النفسي المعين وشوف طرق للعلاج. وأنا عم حاول عم بشتغل على كتاب يعني، لكن بدي أخذ مني وقت ليطلع، حأشرح لكم فيه كل هيدي الأمور ويكون يعني كيوزر مانيوال للأشخاص أنه هن يستعملوا ليعالجوا أنفسهم نظرا للمشكلة القائمة في الدول الناطقة باللغة العربية اللي هي مشكلة عدم وجود أطباء نفسيين كفؤ وغير منتشرين في المناطق المختلفة. النقطة الأخيرة اللي رح أقولها أنه ما في أسباب أو جينات تم اكتشافها وتحديدها لاضطرابات الشخصية، لكن مثل ما رح نشوف بالحلقات العشرة القادمة أنه اضطرابات الشخصية بشكل عام
لها أساس جيني واضح، تنتشر في بعض العائلات والأقارب الجينيين من الدرجة الأولى، وتنتشر أو هي ريليتد أو ذات علاقة مع بعض الاضطرابات النفسية الأخرى، فالسبب الجيني واضح. بالإضافة لهيدا الشيء هناك سبب بيئي واضح، كما طريقة التربية وكثير من الأمور اللي بيتعرض لها الإنسان في صغره ممكن تبني شخصيته بطريقة مرضية تسبب أحد اضطرابات أو تشخص كأحد اضطرابات الشخصية اللي أنا ذكرتها. لكن بالشكل العام، بالشكل العام خليني أقول، أنا أرى أنه بيكون في سبب جيني للموضوع، بيكون في سبب جيني للمشكلة وسبب بيئي إضافي. مثلا إذا شخص عنده اضطراب شخصية معادية للمجتمع أو عنده اضطراب شخصية وسواسية قهرية وعنده أطفال، فببساطة هو حيمرر الجين تبعه لأبنائه أو لأحد أبنائه، ممكن بمرر الجين تبعه الحامل لهذا الاضطراب، وبنفس الوقت هيدا الطفل اللي عنده القابلية الجينية اليوم باي ديفولت حيتعلم مثل كل الأطفال من والده طريقة أو نمط سلوكه بالحياة، طريقة تفكيره، استجابته إلى آخره، فلحينشأ بشكل يعني كريزلت طبيعية لهذا الأمر عنده اضطراب شخصية معين. أنا برأيي هي الحالة العامة، لكن السببين موجودين والسببين ممكن أنهم يشتغلوا بشكل individual أو منفصل، السبب الجيني والسبب البيئي. يعني حتى لو شخص أو طفل ليس لديه سبب جيني واضح، ممكن الظروف البيئية اللي انحط فيها بفترة الطفولة تخليه يكون عنده اضطراب شخصية عندما يكبر. لح اكتفي بالكلام هيدا كمقدمة عن الاضطرابات الشخصية وعن أساليب علاجها، ما لح أرجع أحكي كتير بأساليب العلاج لاحقا لأنه خلص أنا حكيت لكم هلأ كيف الموضوع لازم يتم. فبالنسبة للأشخاص اللي بدها تصير تقلي بكرة بالحلقات القادمة يعني أنت ديفيد عم تشخص وبس وعم تسود لنا عيشتنا، أنا ما عم سود عيشة حدا، أنا واحد منكم عندي واحد من هذه الاضطرابات، وأنا ليك حكيت لكم شو طريقة العلاج المناسبة. ما في بين إيدي عصاية سحرية لأني قلك بفيديو واحد مدته 5 دقائق أو 10 دقائق كيف أنت لحد تقلب حياتك من إنسان يعاني من أحد الاضطرابات النفسية لإنسان بصحة مثالية. بشوفكم بالحديث القادم لنبلش نحكي بأول اضطراب من اضطرابات الشخصية.